بسم الله الرحمن الرحيم. واجهتنا مشكلة وقعدت وقت كبير على ما حليتها، بس الحمد لله اتحلت في النهاية، وهي ان انت ممكن تكون كاتب الكلام كله على اليمين بالعربي ومظبط كل حاجة، ومع ذلك لما تيجي تحط البوينت او تيجي تظبط بداية بتلاقي الكلام كله او النقط ناحية الشمال مش ناحية اليمين، مع انك انت هنا عاملها يمين، وتيجي هنا تظبط الجستيفيكيشن مظبطه الرايت، وتشرف كل حاجة يمين شمال كله مش راضي، هي خلاص هو مستقر انها تبقى ناحية الشمال. فطبعا ده مشوه الشكل للحاجة، وكنا بنلجأ ان احنا اجي اخر السطر اروح ده الشرطة وخلاص، فالموضوع ما كانش منطقي. المهم قعدت ادور لحد ما لقيت الطريقة، ودي طريقة صح يعني مش مفيهاش مشكلة، وهي اللي حلت المشكلة، ان انا اجي هنا اقول له طيب، وانزل لحد فيل ويز بليس هولدر تكست ودوس كنترول، لازم تدوس كنترول تمام، هتلاقي هنا بيقول لي فيل ويز، هختار ارابيك واقول له اوكي، تلاقي المشكله كلها اتحلت تمام.